مرحبا، كنت قلعت الفواكه هادوي كتكون غير فصل الصيف، فصل الربيع الصيف. ومن بعد اللي كل جمعتها ما شاء الله زوينة لذيذة، درت بها عصير، ومن بعد هذاك العصير بعدا نقدروا نديروا به المثلجات كلاص. هي هذه هي ما شاء الله زوينة. درتها انا ملي هكذا جمعتها غسلتها وكل شيء، ومن بعد درت بها هذا العصير ما شاء الله، ودرت بها هاد الكلاص. انايا درتها كنت هكذا نكرازيها مزيان، ومن بعد درت فيها شويه الماء وشويه السكر وصفيتها، وصافي هكذا عندنا العصير. شكرا للمشاهده، سلام.